السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء. لا تزال أجواء باردة في الليل، متوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى في هذه الليلة ما بين 7 درجات مئوية في المناطق الغربية والمناطق الصحراوية، المناطق الساحلية وكذلك بعض المناطق السكنية راح تتفاوت درجات الحرارة ما بين 8 درجات إلى 12 درجة مئوية. لا تزال أجواء باردة، استقرار في الطقس، تقدم مرتفع جوي مثل عدوة الكويت أدى إلى أن الأجواء تكون صحو بشكل عام. هذه الليلة في مدينة الكويت السماء صافية، تقلب في الرياح، رياح خفيفة سرعتها 3 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 15 درجة مئوية، الرطوبة النسبية متوسطة 51%، 10 كيلومتر الرؤية الأفقية. تتأثر دولة الكويت في امتداد مرتفع جوي من شمال غرب شبه الجزيرة العربية، أدى لاستقرار الطقس بشكل عام خاصة على المناطق شمال شبه الجزيرة العربية، تقلب بالرياح إلى رياح شمالية غربية خفيفة السرعة تستمريان خلال هذا الأسبوع. الأجواء متوقعة في منتصف هذه الليلة أعزائي المشاهدين أجواء باردة خاصة في المناطق الغربية من دولة الكويت، متوقع أن تصل درجة الحرارة 8 درجات مئوية في منطقتي شقاية والسالمي، مناطق شمال غرب المناطق الصحراوية قد تقل إلى ما دون ذلك، ولكن بعض المناطق المتوسطة وكذلك الساحلية متفاوتة ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية، أما الجزر الكويتية متفاوتة ما بين 15 إلى 17 درجة مئوية. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى 6 درجات مئوية في منطقتي شقاية والسالمي، مناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 8 درجات إلى 13 درجة مئوية، استمرار في الرياح الشمالية الغربية في بداية نهار يوم غدا الاثنين، ولكن ابتداء من منتصف نهار يوم الغد راح يكون هناك تحول في الرياح خاصة على مناطق الجزر الكويتية إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة. الرياح بشكل عام على المناطق الغربية والمناطق الشمالية رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. السماء راح تكون صافية في نهار يوم الغد، درجات الحرارة العظمى متوقعة ما بين 18 درجة مئوية في المناطق الغربية، المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 18 إلى 20 درجة مئوية. الأجواء البحرية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة مناسبة لممارسة جميع الأنشطة البحرية، متوقع أن يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 25 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 6:44، موعد أذان المغرب الساعة 5:08. بالنسبة للطقس متوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة في يومين 2 و3، استمرار في الرياح الشمالية الغربية، درجات الحرارة العظمى 21 الصغرى متفاوتة ما بين 9 درجات إلى 10 درجات مئوية ابتداء من مساء يوم الأربعاء. في نهار يوم الأربعاء راح تستمر يعني الرياح الشمالية الغربية، ابتداء من المساء راح تتقلب الرياح وتتحول الرياح جنوبية شرقية، تتكاثر السحب تدريجيا. يوم الخميس والجمعة راح يكون هناك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، قد تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة الكويت 23، بعض المناطق راح توصل 25، راح نحس بالأجواء الدافية في عطلة نهاية هذا الأسبوع. درجات الحرارة الصغرى كذلك راح يكون هناك ارتفاع نسبي يوم الأربعاء والخميس، أما يوم الجمعة راح ترجع ويانا الأجواء الشتوية الباردة وتستمر ويانا الأيام أو بداية الأسبوع القادم. أعزائي المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، والآن نأخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. We'll be right back.